احمد عززوت رئيس جامعه سيدي حسن السابق مدير تعاون الماء للاعشاب الطبيه والعطريه بجامعه سيدي حسن. اولا لا بد ان اشير الى ملاحظات في نفس الوقت ساخبر الجميع انه في سنه 2013 في اطار اليوم العالمي للتعاونيات التي اشرفت عليها انذاك مكتب تنمية التعاون سنة 2013 كان محل اليوم مكتب تنمية التعاون جامعة سيدي الحسن بالمهرجان السادس سيدي الحسن. إذا مكتب تنمية التعاون ولا المديرية ولا المديرية السامية أعطوا أهمية كثيرة للعالم القروي على انه كان يوم عالمي للتعاونية في جامعة سيدي الحسن في العالم القروي في 2013، وصادف ذلك اليوم شعار المهرجان لانه كان هناك مهرجان في فرنسا، وكان انذاك بالصدفة شعار المهرجان هو تسميد مادة إكليل الجبل اي ازير كرافعة النوية للجامعة. وكان جوج المهرجانات السادس والسابع كان دائما عندهم هذا الشعار بتسميم مادة الأسير. لماذا؟ لأن السيد المدير الجهوي عرف علاش. لماذا؟ لأنه كنت كرئيس واحد، وطبعا بدأنا من الجماعة حول الأسير المديرية الإقليمية ثم المديرية الجهوية ثم المندوبية السامية مع المندوب السامي شخصيا. سنة 2013 كان مشكل واجتثاث مادة أزير من جذور من طرف الشركة، وقامت الجامعة طبعا بمساعدة المديرية السامية وطبعا المديرية الجهوية على أن يحل هذا المشكل. فاستقبلنا السيد المندوب السامي بعد طبعا مراسلة من المدير الجهوي اللي كان قبل السيد بن علي، وحضرنا لدى المندوب السامي، وكان الحل هو التعاون. لا تغلط، إذا من هذا المنبر أشكر المندوب السامي طبعا المديرية الجهوية والمديرية الاجتماعية هي التي كانت سبب في خلق هذا التعاون، ولا زلنا إلى الآن نحظى ب أقول يعني باهتمام كبير من طرف المديرية الجهوية. إذا تعاونيتنا أسست مع المندوبية السامية والمديرية الجهوية على أساس اجتثاث مادة الأزمة، فكان الحل أنه التعاون. إذا جئنا للتعاونية أسسنا تعاونية، أسست التعاونية طبعا كما قال الإخوان استراتيجية لها والأهداف ديالها وغيرها وغيرها. مثلا كان الشعار ديالنا هو اجتماعي بيئي، اجتماعي طبعا مع المواطنين وبيئي وهو المحافظة على مادة الأزمة. كانت الشركة تعطي 190 درهم للقنطار، لما بدأنا التعاونية 260 درهم للقنطار، يعني بزيادة 90 درهم للقنطار ضررناها، لأن هذيك الشركة كانت عندها دورو، كان لو آخر دو كوتي ولو آخر دو كوتي، كانت يعني في العام الأول كانت 420,000 درهم زيادة اللي زادتها التعاونية للمواطنين طبعا زيادة على 190 درهم، إذا هذا هو الجانب الأول. ثانيا كانت هناك حراس كثيرين، كانت محافظة على البيئة طبعا، حتى أنه ما كان حتى شي حريق من بعد أنه كنا حنا كنحس هذا من شيء. إذا طبعا راه كان الأخ كان شي 6 مليون درهم في سلسلة آنذاك، الشعار ديالنا هو اجتماعي لذلك. بعد ذلك السيد المندوب الجهوي حضر في اللقاء الاول العلمي اللي دار في تويت، الشعار ديالو هو ازير وفوائد. اذا التويت حاضره بالنسبه للازير، السيد المندوب الجهوي اعطى كلمه ديالو، والسيد المهندس كريمي اعطى تفسير. اذا بعد ذلك احنا التعاونيه خدامه الحمد لله، الا انه لدينا بعض الملاحظات. الملاحظه الاولى انه في الكونترا في كلاتيك ربما تسعود انه مكتوب سال لي كوبيراتور
هما اللي خصهم يقلعوا الأزير من يدين كاف السدرة. إذا كانوا اليوم 12 كيف قلنا أنتم واحد الشركة، إذا ما عطينا الملاحظات أزير كورونا قالوا مشاو حنا عطينا الملاحظة، دونك كتوصية أنه هذه القضية ديال إعادة النظافة ديال السور وكتكون لنا المشاكل. وراها طرحت دابا السيد اللي كان هنا قال أنه مشكل دولي الدفاع وذوي وذوي، إذا راه مطروحة. شكرا وصدق. إذا النقطة الثانية واللي توصية أنه كيف تعاونية، والآن كتجي شركة وكتشارك وكتاخذ آلو ب 440 مليون سنتيم. إذا 440 مليون سنتيم زيد لي طاكس يمكن 500، هذه الشركة كتاخذ. طبعا سيقولون لي راه هناك واحد التعاونية، تعاونية حتى هي حتى 22، أقول له هذه التعاونية راه خدات أنه الشركة هي اللي حداها. إذا هنا أرى أنه من رأس 5 سنين أنه التعاونيات ما غاديش تبقاو، ومع الأسف هذه العالمين هذه التعاونيات ما عرفتش كيفاش غيكونوا. لهذا أرفع التوصية وبكل احترام وتقدير إعادة النظر في هذه المسائل هذه، لأنه إذا كان عندنا حنا حتى بحالنا حتى شركة، إذا ليكوبيراتور حيدوا القضية ليكوبيراتور، حيدوا القضية ديال 440 مليون، لأنه حنا كنخلصوا 23 مليون للجماعة. أي جماعة الآن لما كتسمع جماعة سيدي علي القاسم غادي تاخذ 500 مليون، تقول لي أنا واش غادي ندير التعاونية اللي تعطينا 20 مليون. إذا حنا مهددين السيد المدير الجهوي بهذه المسائل هذا. وواحدة أخرى أنه أخيرا مع أزير الدروري قدام كنا مشينا لأكادير مشكورين وحضرنا لا روج ديال روسيا ديال الكاه، شفنا الناس أنه صعوبة كبيرة ماشي روج ديال الكاه، حنا ما عندناش صعوبة كروج ديال الكاه. أنا نطلب لماذا حنا القدرة اللي عندنا، أنا نطلب أنا كنهضر على دعوة النماء اللي ما عادش واش يقول لي شي حاجة باش تطلع عليها، نهضر على دعوة النماء. أنا نفضل أن تكون لا روج ديال روسيا كما كانت الشركة 10 هكتار و 20 هكتار ديال الأزير، والتعاونية ديالنا ديال السياج والزرع، لأنه كاين عمل الاجتثاث، كاين جفاف، كاين بزاف ديال الحوايج، إذا ما عرفوش ديال الأزير وشكرا.